سكشن الاربع الرابعه اللي واخد فيه سكشن 8
خد المومنت هنا يطلع لك الاكشن ده بكام؟ زيرو صح ولا لا؟ ويطلع لك ده بكام يا باشمهندسين؟ واحد صح ولا لا؟ طيب لو حركنا اللود ده شويه حطينا اللود ده اهوت سيف في النص واحد طن في النص اوكي؟ الكاميرا دي الف ب ستراكشر دي كاميرا متماسكه يبقى الاكشن ده كام وده كام؟ نص ونص صح؟ طيب لو حركنا اللود ده جبناه عند اخر سبورت خالص هنا ها؟ الرياكشن ده يطلع بكام؟ واحد والرياكشن ده يطلع بكام؟ صفر اوكي؟ ماشي الكلام كده؟ يعني تعالى نبص بقى نشوف السبورت ده لو قلنا المساله دي في الاصل كان شكلها عامل كده وهنا الرياكشن ده اسمه واي اي والرياكشن ده اسمه واي بي اوكي ده شكل المساله اوكي؟ ده الرياكشن ده اسمه واي اي وده واي بي اوكي؟ الرياكشن واي ايه اللي حصل له نتيجه حركه اللود؟ قلب اتغير قلب لما الواحد طن كانت فوق السبورت كانت قيمه الرياكشن بكام؟ واحد واللي حصل بعد كده كل ما ابتدى يبعد كل ما ايه؟ قلب النص وبعد كده قلب ايه يا باشمهندسين في الاخر؟ زيرو. طيب عايزين بس نفهم حاجه وحيده من المساله هنا دي ان اولا نتيجه حركه اللود الرياكشن اتغيرت وبما ان الرياكشن اتغيرت قيمه النورمال والمومنت والشير عند كل قطاعات الكاميرا اللي حصل لها اتغيرت ماشي الكلام كده. طيب في حاجه ثانيه عايزين نفهمها جامد جدا ايه هي؟ ان لما الواحد طن يبقى مشرف فوق السبورت ايه اللي بيحصل؟ السبورت بيعمل ايه في الواحد طن؟ بياخد الرياكشن كلها اللود كله وبالتالي قيم الكاميرا كلها بقتها بيبقى ايه يا باشمهندسين؟ بصفار. يعني لو حسبت النورمال هنا بكام؟ صفر. الشير هنا بكام؟ بتحسب الناحيه دي بصفر. المومنت هنا بكام؟ بصفر. يبقى القاعده مهمه جدا لما الواحد طن بيبقى فوق السبورت الرياكشن تحتيه بيبقى بكام؟ واحد. وكل حاجه في بقيه الدنيا بكام يا باشمهندسين؟ بصفار. والكلام ده متحقق مره ثانيه فين؟ هنا. اوكي؟ لما الواحد طن كان فوق السبورت ده كان الرياكشن تحتيه بكام؟ واحد. بقيه الكاميرا كل حاجه عليها بكام؟ كل بقيه الرياكشنز كلها بكام؟ بصفر. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ يبقى احنا ايه اللي عملناه لغايه دلوقتي؟ احنا جبنا كاميرا سيمبل بيم حركنا عليها الواحد طن على الكاميرا دهين وقفنا في ثلاث حتت، اول الكاميرا وحسبنا الرياكشن، في نص الكاميرا حسبنا الرياكشن، في اخر الكاميرا حسبنا الرياكشن، لو كنا حطينا الواحد طن في الربع كانت الرياكشن تطلع بكام؟ 0.75 تطلع هنا بكام يا باشمهندس؟ نسبه تناسب. طيب احنا بقى عايزين نعمل مصيبه سودا دلوقتي، ايه هي؟ عايزين نرسم دايجرام بيعبر عن تغير قيمه الرياكشن عند ايه؟ نتيجه حركه اللود عن على الكاميرا. مره كمان احنا عايزين نرسم دايجرام بيعبر عن تغير قيمه الرياكشن عند ايه؟ تغيره مع حركه مين؟ الواحد طن. اوكي؟ نعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ ثواني تاني يعني ادي الكاميرا بتاعتي اهي ادي الاكشن اللي اسمه واي اي وادي الاكشن اللي اسمه واي بي والواحد طن هيمشي يتمرجح على الكاميرا. انا عايز ارسم دايجرام بيعبر عن تغير الواي اي الانفلونس لاين بتاع واي اي تغير الواي اي. طب ارسمه ازاي؟ سهل جدا. لما الواحد طن كانت هنا كانت قيمه الواي اي بكام؟ واحد. الدايجرام ده كل اللي فيه قيم مين يا باشمهندسين؟ الواي اي. لما الواحد طن كانت مشرفه هنا كانت قيمه الواي اي بكام؟ واحد. همسك قيمه الواي اي اللي بواحد احطها فين ارسمها هنا فين؟ مكان المين؟ الواحد طن ده الجديد بقى. مرة تانية أنا عايز أرسم دايجرام بيعبر عن تغير واي اي. فهعمل إيه؟ كل القيم اللي هنا كلها قيم واي اي. كل القيم اللي على الدايجرام ده هي قيم واي اي. بس على حسب مكان مين يا باشمهندسين؟ الواحد طن. طب تاني هتعمل إيه؟ لما الواحد طن كانت هنا كانت قيمة الواي اي بكام؟ واحد. همسك قيمة الواي اي أحطها مكان الواحد طن يعني جاي
قيمه الواي بكام؟ نص. همسك النص اللي هو قيمه الواي ايه ارسمه فين؟ مكان مين؟ الواحد طن، ادي نص. وصل. طيب لما الواحد طن كانت هنا كانت قيمه الواي بكام؟ زيرو. واي ايه كانت بكام؟ زيرو. همسك الصفر اللي هو قيمه الواي ايه احطها فين يا باشمهندسين؟ مكان الواحد طن اهو. ايه اللي انت هتجيبه ده؟ ده الانفلونس لاينز الواي ايه؟ يعني تغير قيم مين يا باشمهندسين؟ واي. طب يعني حضرتك يعني فهمنا ايه؟ مش فاهمين يعني ايه اللي انت رسمه ده؟ ايه ده؟ ايه المثلث اللي انت رسمه ده؟ كل قيم الواي ايه حسب مكان مين؟ الواحد طن. يعني ما معنى ان القيمه دي 0.33؟ ايه معنى ان القيمه دي 0.33؟ دي قيمة مين؟ واي ايه؟ امتى؟ لما كان الواحد طن فين؟ هنا. حد فهم حاجة؟ ما معنى إن القيمة دي 0.8؟ ها؟ قيمة مين؟ واي ايه برضه بس لما كان الواحد طن فين؟ هنا. حد عنده اعتراض؟ طيب بنفس الأسلوب اللي إحنا عملناه ما تيجي نرسم الإنفلونس لاينز بتاع واي دي. واي دي سهل خالص. عكسها. لما الواحد طن هنا الواي دي بكام؟ همسك الصفر اللي هو قيمة الواي دي. أنا برسم دلوقتي بدل أقول إنفلونس لاينز واي دي بحط قيم مين؟ واي دي بس. لما الواحد طن كان هنا الواي دي بكام؟ زيرو. همسك الصفر أحط مكان مين؟ الواحد طن. ماشي. لما الواحد طن كان هنا قيمة الواي دي بكام؟ همسك النص أحطها مين؟ مكان الواحد طن. لما الواحد طن كانت هنا قيمة الواي دي بكام؟ واحد. همسك الواحد ده أحطه مكان الواحد طن. واحد وصفر. ماشي الكلام كده؟ ده الانفلونس لاين بتاع الواي ايه ده الواي دي. ما معنى إن القيمة دي 0.4؟ إيه معناها؟ دي قيمة مين؟ واي دي. إمتى؟ لما كان الواحد طن فين؟ هنا. حد يواجه المخلوق؟ ماشي. إحنا عرفنا نرسمهم. على فكره بتاع الريزم بقى بعد كده من غير ما تعمل اي حاجه. يعني ايه من غير ما تعمل اي حاجه؟ الديجرام ده الريزم بتاع الاكشن ده في ثواني. ليه في ثواني بقى؟ ده احنا خلاص في اتفاقيه اتفقناها واحنا بنعمل هنا ان طول ما الواحد طن فوق السبورت قيمه الرياكشن تحتيه بكام؟ واحد. لما يروح عند اي سبورت تاني قيمه الرياكشن ده بكام؟ بصفر. طب ما تيجي نرسم الكلام ده، مش محتاجين الفيلم الهندي اللي احنا عملناه ده. بتاعت واي ايه ارسمها ازاي؟ هروح جاي حاطط الواحد طن سيكل من الحل. مش هقعد احل الكلام التفصيلي ده. هروح انا جاي كده دي المساله بتاعتك. يقول لك ارسم لي الانفلونس لاينز بتاع واي ايه. هروح جاي حاطط الواحد طن فين وفين؟ عند التو سبورتس. هنحط الواحد طن عند السبورت ده. تطلع واي ايه بكام؟ واحد. همسك الواحد لو قيمه الواي ايه مكان مين؟ الواحد طن اهو. واحد. طيب وبعدين احط الواحد طن هنا يطلع واي بكام؟ بصفر. امسك الصفر احطه فين؟ مكان الواحد طن. يبقى ده الانفلونس لاين بتاع واي. ما معناه بوزيتيف دي؟ بوزيتيف ده يعني معناها زي الفرد اللي انا فرد. الرياكشن الاشارات بتاعتها بوزيتيف لو زي الفرد، نكتب لو ايه يا باشمهندسين؟ عكس. طيب الانفلونس لاينز بتاعت واي دي اجيبها ازاي؟ نفس الكلام لما الواحد طن تبقى هنا يبقى الواي دي بكام؟ واحد. امسك الواحد ده احطه فين؟ مكان الواحد طن اهو. ولما الواحد طن تيجي هنا الواي يطلع بكام؟ زيرو. امسك الصفر احطه فين؟ مكان الواحد طن. كل الفيلم الجديد فيلم عبيط جدا بس ايه نفهمه. طيب ايه اللي احنا رسمناهم دول؟ الانفلونس لاينز بتاعت مين؟ الرياكشن. في مشكله لغايه دلوقتي. في حد فين الدايجرامات دي؟ لما يجي لك دايجرام يقول لك ايه اللي انت رسمه ده؟ دي قيم واي دي ده اللي ده كلها قيم مين؟ واي دي بس انت على حسب مكان مين يا باشمهندسين؟ الواحد. طيب تعالى بقى نبص على حاجه ثانيه لطيفه جدا جدا جدا. يعني كده الرياكشن بتاعتي بنرسمها في الكاميرا دي. تعالوا نشوف كده لو انا عايز
سكشن ان، هنقول المسافه دي كلها 4 ودي 4. عايز احسب تغير الشير عند سكشن ان ده، اوكي، وتغير المومنت عند سكشن ان نتيجه حركه مين يا باشمهندسين؟ اللود بتاعي. طيب تعال عايزين نرسمها، تعال نشوف هترسم ازاي. سكشن ان هنا هنقعد نحرك اللود بتاعنا زي ما عملنا، نشوف الدياجرام هيترسم ازاي، وبعد كده نروح نحله في 3 ثواني. سكشن ان هنحرك اللود نحطه فين؟ نحطه مره في الاول ومره في الاخر اللي احنا حافظينهم، وهنحطه مرتين كمان، مره قبل ان مباشره ومره ايه يا باشمهندسين؟ بعد ان مباشره. طيب تعالوا نبص مع بعض. اول حاجه اللي هو الواحد طن هنا يطلع الاكشن ده بكام قلنا؟ 1 اللي هي بكام؟ سي، وده سكشن ان هنا. اوكي؟ طيب المره اللي بعديها ادي ده قبل سكشن ان مباشره. اوكي؟ واحط كيس ثانيه، معلش خليها هنا اهو، كل واحد طن هنا، محدش يقول لي مش فارقه خالص، ده بنص وده بنص. مش الاكشنز هي هنا مش منصيب؟ تفرق في حاجه هنا؟ بعد ان بملي وقبل ان بملي. واخر كيس اللي هي الكيس اللي هي ايه؟ الواحد طن هنا يطلع ده بواحد ويطلع ده بكام يا باشمهندسين؟ تسيب يعني دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي. طيب الواحد طن هنا الرياكشن ده بكام؟ 1 ده بكام؟ 0. طب الكيس دي الواحد في النص ده نص ونص، في مشكله؟ طب هنا واحد برضه في النص بس بعد ان بملي برضه الرياكشن زي ما هي نص بنص، صح ولا لا؟ طب وهنا الواحد طن هنا يبقى الرياكشن ده بواحد ده بكام يا باشمهندسين؟ بزيرو. تيجي نحسب الشير مع بعض نشوف شكله يطلع ازاي. ان فرونت لاين للشير عند ان الشير عند ان، فاكرين الشير ده كان بيتحسب ايه الشير ده؟ فاكر الشير هو محصله القوى الايه؟ الراسيه، بس كان في رول، ساين رول. ايه هي الساين رول؟ بحسب من الشمال الطالع هو الايه؟ الموجب. بحسب من اليمين النازل هو الايه؟ الموجب. خلاص هي دي القاعده بتاعتنا. طيب هنحسب من هنا من ان زي ما انتوا عايزين، من اليمين من الشمال اللي انتوا تقولوا عليه. لو حسبنا من الشمال يطلع الشير بكام؟ في واحد هنا وبرضه بكام؟ زيرو. عايزين نحطها على الدايجرام. لما الواحد طلع عند السبورت الشير عند ان بكام؟ بصفر. همسك الصفر اللي هو قيمه الشير عند ان احطه مكان الواحد طلع، صح كده؟ تاني انا برسم دايجرام الانفلونس لاينز بتاع الشير عند ان، اي قيمه هرزعها هنا هي مين؟ الشير عند ان. اوكي؟ مكان مين؟ الواحد طن. طب حلو قوي، يعني هتعمل ايه يعني؟ اهو لما الواحد طن جت هنا حسبت الشير من الناحيه دي او من الناحيه دي طلع بصفر. همسك الصفر احطه فين؟ مكان الواحد اهو. طيب هنا احسب لي الشير عند ان، انت وزوجك المفروض يطلعوا زي بعض اليمين او الشمال. لو حسبنا من اليمين يطلع بكام؟ سالب نص، صح؟ ليه؟ بحسب اليمين النازل هو الموجب يبقى ده سالب نص. لو حسبت من الشمال الطالع هو الموجب يبقى نص ماينس واحد برضه بكام؟ سالب نص. همسك الماينس نص دي احطها فين؟ ها؟ تحت الواحد طن. يعني سكشن ان قد ايه بملي؟ طب نص؟ اوصل ده بنص. الكيس الثانيه اللي بعديه ها؟ نص نص. احسب الشمال اسهل، بكام الشمال؟ بزائد نص، صح ولا لا؟ امسك الزائد نص دي احطها فين؟ مكان الواحد طن، يبقى هنا بزائد نص. خلاص؟ طيب الكيس الاخرانيه الواحد طن هنا، الشير عند ان بكام من الشمال؟ زيرو، يبقى امسك الصفر لو كنت الشير عند ان احطه مكان الواحد طن اللي عند سبورتو. يبقى ده الانفلونس لاينز للشير عند ان. حد يقول لي انا هنعرف كل مساله نقعد نعمل الكلام ده نحط امانات؟ طبعا لا. اوكي؟ طيب بنفس الاسلوب لو عايز ارسم الانفلونس لاينز للمومنت عند ان، وبعد كده بقى هنشوف
طريقة تحلها في ثلاث ثواني. انفلوسلايز المومنت عند ان. طيب انفلوسلايز المومنت عند ان يعني كل القيم اللي هرزعها هنا قيم 100 مش 50. ها؟ مومنت عند ان، مومنت عند سكشن ان. يعني في الكيس دي كلها هحسب المومنت عند سكشن ان وكل مره اخد قيمته احطها فين؟ على الكاميرا الفاضيه. طيب المومنت هنا لما الواحد طن هنا المومنت عند ان بكام؟ الاتفاقيه اللي اتفقناها كل ما الواحد طن صرف عند السبورت كل حاجه في الدنيا بكام؟ بصفار، مومنت شير نورمال رياكشن بتاعتك للسبورت كله بصفر. يعني الواحد طن هنا المومنت بكام هنا؟ زيرو. ده اول نقطه همسك الصفر ضد المومنت احطها مكان الواحد طن. طيب وبعدين؟ الواحد طن هنا حد يحسب لي المومنت. اليمين مثلا نص في اربعه صح ولا لا؟ بتلف ازاي؟ بتلف كده نص في اربعه كام؟ 200. دي لسه تحت يعني ده مومنت ايه يا باشمهندسين؟ بص همسك الاثنين اروح جاي يا باشمهندسين حاططها هنا. اوكي؟ الدايجرام دي فرونت سايز كل الموجه فوق كل السلة دي يا باشمهندسين تحت. طيب بعدين السكشن ده الواحد طن هنا اعمل ايه؟ احسب المومنت بكام المومنت برضه؟ هل في يا فرق الحاجه في المومنت الواحد طن قبل السكشن؟ برضه نص في اربعه بكام يا باشمهندسين؟ باثنين. هروح جاي هي نفس القيمه. والواحد طن هنا بكام المومنت يا باشمهندسين؟ زيرو. ايه اللي انت هبته؟ تحت ده لو بنرسم ايه؟ لو بنرسم بيندنج مومنت دايجرام احنا بنرسم ايه دلوقتي؟ انفلوس لاينز دايجرام. اوكي؟ كل اللي فوق بص وكل اللي تحت ايه يا باشمهندسين؟ نيجاتيف. اوكي؟ لما حد يقراها لما حد يقراها سواء اترسم من تحت او فوق مش فارق ده بوزيتيف مومنت المومنت عند ان لما يكون الواحد لما يكون الواحد طالب فين يا باشمهندسين؟ في النقطة دي. نعم. أيوه لأن احنا بننزل ده معناها إيه يا باشمهندس؟ هو الرياكشن قبل كده كنا بنرسم له دايجرام. طيب احنا ده ما هوش بيندنج مومنت. أوكي؟ أنت الكلام بتاعك لطيف جدا. ده بوستيف بيندنج مومنت، بوستيف واحد، بوستيف اثنين. معناها ان المومنت عند سيكشن ان بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 يعني يديله لفين؟ المومنت البوزيتيف في الكاميرات فين؟ تحت خلاص. هو المومنت بوزيتيف 2 بوزيتيف 1 لو طلع بس هنا احسن لي كده ليه؟ عشان ما نعكش الدنيا مع بعض. كل البوزيتيف فوق وكل النيجاتيف فين يا باشمهندس؟ طيب حد يقول لي ما احنا هنقعد نعمل الكلام ده كل مره؟ لا مش هنقعد نعمل كده طبعا. ركز بقى في الربع ساعة الجاية دي أهم ربع ساعة في الترم ده هو كله. إيه بقى المشكلة؟ أنت مشكلتك الإنسانية مشكلتك الإنسانية كلها في الموضوع ده إنك أنت يعني إحنا لما قعدنا نحسب هنا حبة حسبنا من الشمال حسبنا حبة حسبنا من اليمين قصة مش لطيفة. ليه القصة مش لطيفة؟ يعني الواحد طن مالها يا باشمهندسين؟ عماله بتغير مكانها. يعني احنا لو عايزين نعمل قاعده للكلام ده مش هنعرف نعملها ليه؟ يعني انا بحسب يعني نحسب من اليمين ولا من الشمال على طول؟ ما ينفعش تثبت قاعده ليه؟ لو بحسب على سكشن ان سي الشير لو بحسب من الناحيه دي الواحد طن مش موجود ممكن يقول والله الشير بيساوي الاكشن عند دي ماينس واي دي وخلاص. بس مشكلتك ان الواحد طن اول ما تيجي تحت بعد سكشن ان ايه اللي هيحصل فيها؟ هتخش معاك في المعادله يعني ايه؟ معلش ثواني افهمك بطريقه غلط. انا لو عايز اعمل رول ادي الكاميرا دي واي اي وهنا واي بي ده سكشن ان. انا عايز اعمل رول فانكشن في الواي اي والواي بي يحسب لي الشيل عند ان. هل احط قاعده ثابته؟ يعني لو حسبت من الناحيه دي من اليمين او من الشمال لو بحسب من الشمال الشيل بيساوي كام؟ الشيل بتاع الشمال واي اي بس واي اي دي هي بشرط ما يكونش الواحد طن فين؟ هنا الواحد طن ده بيتمشى من اول الكاميرا هنا لغايه هنا
ماشي عمال يتحرك. اوكي؟ فالقاعده بتاعت اي رول هحطه، ايه المشكله اللي فيه؟ هيبقى معتمد على مكان مين؟ الواحد طرد. يعني تاني، لو انا الواحد طرد، يعني مثلا هقول دي نقطه ايه ودي نقطه ايه، لو الواحد طرد ماشيه من ايه ل ان، اوكي، من ايه ل ان هنا، وحسبنا الشير، الشير يطلع بكام؟ الشير في الواحد طن في مكان ما هنا، مش قصة. واحد ناقص واحد. واي اي ماينس كام؟ واحد. يبقى الشير بيساوي واي اي ماينس واحد. طب لما الواحد طن تيجي هنا وحسبنا من ناحية الشير هيبقى بيساوي كام؟ واي اي بس. صح ولا لا؟ طيب هنتفق دلوقتي اتفاقية لطيفة جدا 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 منكم. ايه هي؟ هنتفق ان احنا هنقسم الكاميرا بتاعتي الى تو زونز. ايه هما التو زونز دول؟ مكانين يعني. المكان من اول الكاميرا لغايه السكشن اللي بحسب عنه. والنقطه الثانيه من اول السكشن اللي بحسب عنه لغايه فين يا باشمهندسين؟ اخذ الكاميرا. اللي انا عايز اعمله، عايز ابعد عن الواحد طن. اوكي؟ فهعمل ايه؟ هقول والله كل ما الواحد طن ماشيه من ايه ل ايه؟ الواحد طن مشرفه في المنطقه اللي هي، انا هحسب الشير من اليمين لمن اليمين عشان الواحد طن ما يخشش معايا في الايه يا باشمهندسين؟ في الحسابات. طب يعني الشير عندنا هيساوي كام؟ الواحد طن ايه هنا؟ بيساوي كام من الناحيه دي؟ ماينس مين؟ واي. ليه ماينس؟ عشان من اليمين النازل هو الموجب. ثواني اصبر. طب بعدين ولما الواحد طن تبقى ماشيه من ان لغايه بي في اخر الكاميرا من هنا لهنا، احسن لي اعمل ايه يا باشمهندسين؟ احسن لي احسب من اليمين ولا من الشمال؟ انا عايز ابعد عن الواحد طن دي خالص. احسب من فين؟ من الشمال. اخبي الناحيه دي واحسب من الشمال، يطلع بكام الشير؟ واي اي. يبقى الشير عند ان بيساوي واي اي. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ طيب تعالوا نشوف القاعدة دي هتفتح لنا فتحة عظيمة. تعال بقى نشوف الكلام ده ازاي. أنا عايز أرسم يو أنا مسحتها. أنت فاكرين شكل الشير اللي كان هنا، أوكي؟ طيب والمومنت رفع. تعالى كده عايزين نشوف بقى، انسى بقى الكلام ده خالص. تعالى نشوف الكاميرا دي من الأول كده المطلوب فيها. آدي كاميرا بي بالشكل ده. تاجرين بالشكل ده، الستاب بتاعه 4 و4، اوكي؟ الرياكشن ده اسمه واي اي، والرياكشن ده اسمه واي بي، وده سكشن ان. المطلوب ان احنا نرسم الانفلونس لاين بتاعت الرياكشن عند اي، الانفلونس لاين بتاعت الرياكشن عند بي، الانفلونس لاين الشير عند ان، والانفلونس لاين ايه تاني؟ المومنت عند ان. مستخدمين القاعده اللطيفه اللي احنا عملناها دي. طيب الرياكشن واي اي واي بي نعرف نعمله ولا لا؟ ها؟ نعرف نعمله ولا لا؟ نرجع نقول كده الكلام اللي احنا قلناه من ربع ساعه. ها؟ الواحد طن عند ايه هنا؟ فهمت الرياكشن عند ايه كام؟ واحد. امسك الواحد حطه مكان الواحد طن اهو. طب الواحد طن عند بي هنا، قيمة الواي بكام؟ امسك الصفر احطه فين؟ مكان الواحد طن اهو. ادي الانفلونس لاين بتاع واي. حد عنده اعتراض؟ طيب الواي بي حد يعرف يرسم لنا الدياجرام بتاعه؟ الواحد طن هنا عند البي، الواي بي بكام؟ الواحد طن هنا الواي بكام؟ امسك الصفر احط مكان الواحد طن. في حد عنده افراد؟ تعالى بقى نبص على الانفلونس لاين للشير عند ان وركزوا معايا اللي ما فهمش الجزء ده يفهم فيه. كل اللي هعمله انا هحاول ابعد عن مكان الواحد طن عشان ما يخشش معايا في المعدل يقعد يتغير فيه. يعني ايه؟ هقسم الكاميرا بتاعتي تو زونز. الواحد طن ماشي من A ل F، هو الواحد طن هنا
الشيء بيساوي ماينس كام؟ واي بي، صح ولا لا؟ طيب مفروض اعمل ايه دلوقتي؟ مفروض اجي في الجزء ده احط الدايجرام بتاع واي بي بس مضروب في اشاره ايه يا باشمهندس؟ نيجاتيف. يعني اعمل ايه؟ يعني المفروض امسك الدايجرام ده امزقه في اشاره ماينس واروح جاي حاطه هنا. القيمه دي بكام؟ ده نص الكاميرا، يبقى القيمه دي بكام؟ نص. همسك الدايجرام ده اضربه في نيجاتيف، يعني هعمل ايه؟ هيبقى معمول عن كده. حد عنده اعتراض؟ طيب الواحد طلع بقى الجزئيه الثانيه ماشيه من ان لغايه دي هنا لهنا. الواحد طلع فين؟ مش هنرفض من الحته اللي هي، لا هنشتري المبنى ونحسب من فين يا باشمهندس؟ من ناحيه الشمال اسهل. بكام الشير؟ واي اي. واي اي هيترسم فين؟ يترسم مكان الواحد طلع. طول ما الواحد طلع ماشي من هنا لهنا الشير واي اي. يبقى طول ما الواحد طلع ماشي من هنا لهنا الشير بكام؟ واي اي. ماشي الكلام كده؟ يعني المفروض في الدايجرام في الحته دي احط مين؟ واي اي زي ما هو، همسك واي اي زي ما هو اللي هي كده. اروح جاي احطها فين يا باشمهندس؟ في الجزء ده زي ما هو. مش هو ده اللي كان مرسوم من شويه؟ السؤال ده يجي ازاي؟ هل اقول لك ترسم الانفلونس لاينز ده على الواي اي والواي بي والمومنت عند الشير عند ان والمومنت عند ايه؟ انت فهمت الكلام؟ كم واحد فهم اللي انا بس؟ لا 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 اللي فهم يرفع ايده ما فهمش. فين
المفيد؟ ايه الملخص المفيد؟ هيجي لك حالا. الموضوع لغايه دلوقتي ممكن نختصره بشويه الحاجات اللي احنا عملناها. ايه هو؟ الانفلونس ساينس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن دايجرام بيعبر عن تغير قيمه حاجه نتيجه حركه واحد قام ماشي على القمر. اوكي؟ طيب الدايجرام شخصيا ذات نفسه كل القيم اللي فيه قيمه الحاجه دي هي. طب الانفلونس ساينس على الرياكشن في اتفه من الدنيا ان احنا نعرف نرسمه؟ ازاي؟ حط الواحد طن عند انت بترسم مثلا للسبورت ده، حط الواحد طن فوقيه يطلع الرياكشن عنده بكام؟ واحد. حط الواحد طن عند السبورت الثاني يطلع او اي سبورت ثاني يطلع بكام زي كده؟ بصفر. ماشي الكلام كده؟ طيب الواي دي نفس الكلام. طب لو عايز تحسب المومنت او الشيل عند اي قطاع تعمل ايه؟ هنقسم المساله جزئين. جزء من اول المساله لغايه السكشن اللي انت عايزه. اوكي؟ من اول مساله لغايه السكشن. نحسب الشيل والمومنت من الناحيه اللي ما فيهاش مين؟ يعني الواحد طب ما يمشي من واحد لايه من ايه لايه؟ نحسب من الناحيه. لما الواحد طب ماشي من هنا لهنا نحسب احنا من فين؟ من الناحيه الثانيه. صعب الكلام ده؟ هيطلع لك فانكشن في الرياكشنز اللي انت راسمه. تمسك الدايجرام تضربه بقى تشوف هو عايز يضرب في الدنيا تقلب الشرط يتعمل كذا كذا كذا. ماشي؟ عشان بس الموضوع ما يفلتش مننا المره الجايه ناخد قطاع كمان. سكشن كمان على نفس المساله مش هغير المساله. اوكي؟ نعم. هيطلع الرياكشن ده بالقيمه دي. لو في اي كانتيفر بعد السبورت
بتمد الدراج الارضي. طب القيمه دي بكام بقى حضرتك؟ يعني انا عايز اتاكد لو الكاميرا كده الواحد طالع هنا وشكلها كده احسبوا لي الرياكشن. دي 10 82 خد نوم هنا 1 بكام؟ ب 10 بيساوي 8 واي بي. الواي بيطلع بكام؟ 10 على 8. 10 على 8 بكام؟ من سيجما الواي تطلع بكام؟ ربع لتحت عشان يحصل تلت اختزال. يعني لما الواحد طن هنا كان الرياكشن ده بكام؟ نيجاتيف ربع. ليه نيجاتيف؟ ليه بقى نيجاتيف؟ عشان عكس الفرض. هو ايه الفرض؟ ايه الفرض؟ حاجه صح؟ احنا فرضين الرياكشن كده لو طلع كده ماينس امسك الماينس ربع احطها فين؟ مكان الواحد طن اللي هي في حد عنده مشكلة؟ طيب ارسم، عايز ارسم الانفرنس لاين بتاعت الواي بي. حد يقول لنا بقى لما الواحد طن تبقى هنا الواي بي تطلع بكام؟ واحد. ارسم الواحد لو قيمة الواي بي احطه مكان الواحد طن. طب لما الواحد طن هنا قيمة الواي بي بكام؟ زيرو. اوصل ده بالصفر. طب والدايجرام هنا؟ قلنا هنمد تطلع لي بكام؟ واحد وربع. واحد وربع. في اتفاقية القسطنطينية اللي هنعملها دلوقتي. ايه اتفاقية القسطنطينية اللي هي؟ لازم وحتما ولا بد ان قيمة مجموع الانفلونس لاين بتاعت الرياكشنز عند اي نقطة لازم تساوي كام؟ واحد. ليه؟ لان الكاميرا دي ما عليهاش اللود وحيد اللي هو كام؟ الواحد طن. عشان سيجما الواي تطلع بصفر دايما لازم مجموع الرياكشن بيساوي كام؟ واحد عند اي نقطه. يعني ايه؟ ده وده كام؟ واحد. واحد وصفر واحد. واحد وربع ماينص ربع بكام؟ واحد. لو خدت هنا نص ونص يبقى كام يا باشمهندسين؟ واحد. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ طيب تعال نبص بقى سيكشن ان انفلونس لاينز بتاع الشير عند ان. ها هنقسمها كام حته؟ ركزوا معايا. الواحد طن ماشي من ايه لايه؟ نحسب احنا بعيد عن مكان الواحد طن نحسب الشيل من فين؟ من هنا تمشي شير ماينس واي بي صح؟ يعني من هنا لهنا اهو في الزون ده اهو كده اهو الزون ده ماينس واي بي. طيب والواحد طن ماشي من ان لغايه الاخر اعمل ايه؟ هبعد عن الحته اللي ماشي فيها الواحد طن من الناحيه دي يطلع كام الشيل؟ واي اي. يبقى هنا من هنا الان لغايه الاخر بكام؟ واي اي. اي حد ما بيفهمش اي حاجه يعرف يرسم الدايجرام. ليه؟ حد يقول لنا في الجزء ده همسك الدايجرام بتاع واي بي اوزعه في كام؟ سالب. في الجزء ده همسك الدايجرام بتاع واي اي اعمل فيه ايه؟ احطه زي ما هو ده. بس في حاجه بس القيمه دي بكام ودي بكام؟ لو انا عملت كده لا مش هحسب مسكين 75 وربع مثلثات. ايه تساوي مثلثات؟ ها ربع. دي 2 ودي 8 اوكي. يعني ده على ده بيساوي ده على اوكي. 1 على 8 بيساوي اكس على 2 هتطلع دي بربع بالظبط. ودي تطلع بكام؟ 175. اوكي. طب باشمهندسين عباقرة همسك الدايجرام بتاع واي بي اوزعه في ماينس. فين واي بي اهو؟ همسكه اهو اوزعه في ماينس. هنعمل فيه ايه؟ طب وهنا الدايجرام بتاع واي بي اعمل فيه ايه؟ اخ زي ما هو. حد فاهم حاجة؟ ما معنى ان القيمه دي بتساوي 0.4؟ دي قيمه مين؟ الشيل. الشيل عند ان امتى؟ لما الواحد طن فين؟ هنا. اوكي؟ حد فاهم حاجه؟ المومنت عند ان؟ انفلونس لاين للمومنت عند ان
نفس القصه نقسم الكاميرا كام حته حتتين الواحد طن مشي من ايد ان نحسب المود للناحيه كام المود ستة واي دي. طيب الواحد طن ماشي من ان لغايه الاخر نحسب احنا منين؟ بعيدا عن الواحد طن نحسب من الناحيتين كام؟ 2 واي اي صح؟ يبقى الحق كل ما ماشي من هنا لهنا 2 واي اي. طيب عبقريتكم بقى نرسم الستة. همسك الدايجرام بتاع واي بي اروح رازعه بكام؟ ستة. فين الواي دي في حته الاخر؟ صفر في ستة بصفر؟ ربع في ستة بكام؟ واحد ونص صح؟ طيب وهنا خمسة الدايجرام بتاع واي اي ارزعه في كام؟ في اثنين بوينت سبعة اهو الحتة دي ارزعها في اثنين بوينت سبعة خمسة في اثنين بكام؟ واحد ونص وناقص ربع في اثنين بكام؟ ناقص ربع Thank you.